بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة فصل الخطاب آتنا الحكمة. معكم من المدرسة الفلسطينية الابتدائية المشتركة من الدوحة قطر، معكم المعلمة عائشة حمودة مدرسة الصف الأول الابتدائي. أعزائي الطلبة والطالبات، أسعد الله صباحكم بكل خير. لنتذكر قليلا بالدرس السابق، أخذنا بالأمس درس الدعاء وقلنا ما معنى الدعاء يا عبد الله؟ قلنا معنى الدعاء هو أن تطلب الخير من الله وحده. أحسنت يا عبد الله. أيضا قلنا الدعاء نقوله ونذكره من خلال حياتنا اليومية، من خلال كل ما نفعل بأمر، عند الخروج من المنزل، عند الدخول، عند دخول الخلاء، عند الخروج، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند أكل الطعام. أيضا درسنا اليوم أعزائي الطلبة والطالبات مرتبط جدا بدرس الأمس عن آداب قضاء الحاجة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. معنى هذه الآية الكريمة وشرح هذه الآية العظيمة، هنا يطلب الله سبحانه وتعالى ويأمرنا: يجب علينا طاعة الله ورسوله بكل ما أمر به وكل ما نهى عنه. وأيضا علمنا نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم أذكار قضاء الحاجة نرددها في أوقات عدة، أيضا منها متعلق هذه الأذكار بدرسنا اليوم، موضوع درسنا لهذا اليوم الذكر المتعلق بأداء قضاء الحاجة. وهناك حديث قول إرشادات أو أداء قضاء الحاجة. أولا الدعاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم الدخول بالقدم اليسرى. أعزائي الطلبة والطالبات، يجب علينا قول البسملة حتى نطلب الشيطان وعدم دخوله معنا إلى الحمام، وأيضا حتى يحفظه الله ويحمينا من الشياطين. أيضا ثانيا نظافة المكان والبدن، أقوم بقضاء الحاجة وتنظيف البدن جيدا وترك المكان نظيفا، ثم غسل اليدين جيدا بالماء والصابون. ما معنى هذه الجملة يا عبد الله؟ معنى هذه الجملة يأتي بأذهاننا أن يجب علينا عندما أن نقضي حاجتنا، يجب قبل أن نبدأ بقضاء الحاجة، يجب علينا أن نتأكد من المكان نظيفا. هذا يعني جدا هذا العنصر مهم، هذا حتى لا يتعلق بأجسادنا أي أنواع فيروسات أو أي ميكروبات. هذا أولا. ثانيا عند قضاء حاجتنا يجب غسلنا جيدا، ثم لبس الملابس جيدا بطريقة مهذبة وجميلة، ثم غسل يدينا وترك المكان نظيفا، ثم غسل اليدين جيدا بالماء والصابون حتى لا يتعلق أي شيء بأيدينا. ثالثا عدم الإسراف في الماء. أعزائي الطلبة والطالبات، معنى عدم الإسراف واللعب بالماء وإغلاق صدور الماء جيدا، وعدم رمي المناديل الورقية على الأرض ورميها في سلة مهملة، بالإضافة إلى ستر العورة جيدا. جدا هذه النقطة جدا مهمة أعزائي الطلبة والطالبات. لماذا؟ الإسراف دائما يحفنا دون الحنيف ونبينا الحبيب، وكثيرا من الآيات متعلقة بعدم الإسراف والتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، التشبه بالشياطين والناس التي لا تعرف قيمة الماء. وأيضا الماء أعزائي الطلبة والطالبات، لو نلاحظ على اللوحة على الصبورة هناك منظر الكرة الأرضية، لو نلاحظ أعزائي الطلبة والطالبات هناك الصبورة، هل نرى هذه الدائرة؟ الدائرة عبارة عن الكرة الأرضية، يعني ثلاث أرباع الكرة الأرضية ما هي؟ عبارة عن الماء. تخيل الماء أهمية الحياة في حياتنا، إن كانت نحن الإنسان حياة الإنسان أم باقي الدواب التي خلق الله على وجه الأرض، والباقي
وبهذا بالتالي يجب علينا على المحافظة على الماء، ويجب علينا عدم هدر الرصاص بالماء. أخيرا وليس آخر أعزائي الطلبة والطالبات، عند الانتهاء من قضاء الحاجة يجب علينا الخروج بالقدم اليمنى وقول اللهم غفرانك أو غفرانك. الآن سوف نشاهد أعزائي الطلبة والطالبات فيديو يتعلق بقضاء الحاجة وآداب وأحكام، جدا مفيد جدا معبر، أتمنى الاستفادة من هذا الفيديو. أعزائي الطلبة، بعدما ما شاهدنا من فيديو آداب حديث قضاء الحاجة، يجب علينا أعزائي الطلبة الالتزام بهذه الآداب كما وصانا نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا نسلف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جارب. معنى هذا الحديث أعزائي الطلبة أي أن الإسراف والتبذير من أعمال الشياطين، ودين النبي الحنيف يحثنا ويأمرنا بألا نسرف بالماء، لأن الماء قلنا مسبقا أن الماء هو أساس الحياة، وقلنا أيضا بأن الإسراف يجعل وقلنا مسبقا بأن الإسراف والتبذير من عمل الشيطان. أتمنى من
مما رأيناه من فيديو أو من معلومات أخذناها أعزائي الطلبة والطالبات، أن نكون قد استفدنا واستمتعنا بهذه الحصة. والفائدة من هذا الدرس أعزائي الطلبة والطالبات النظافة من الإيمان، وأيضا أداء قضاء الحاجة. ولكم مني جزيل الشكر. مع تحيات معلمة المادة عائشة.